برأيك شو لازم أعمل؟ مازال الوثائق عندها، اطلب الناس اللي وردي أسميهم وحقق معهم، وإذا ثبتت إدانتهم عاقبهم أو حيلهم للتفتيش. بس هيك بقدر أوصل لنتيجة؟ بجوز توصل وبجوز لا. على الأغلب لا. تعرف وحيد، أنا لازم لاقي طريقة أتأكد فيها من كل شيء بنفسي وبشكل ما حدا يقدر يكذب فيه قدامي. كيف؟ عم تخطر على بالي فكرة، بس بدي مساعدتك. أنا تحت أمرك. أنا عم فكر أتنكر بشخصية تانية وأدخل لكل المكاتب وأتحقق من كل شيء بنفسي. فكرة، بس فكرة خطيرة كتير وبجوز تنكشف من أول يوم. لا اطمن، ما رح انكشف. شو نسيت اني كنت من ايام الجامعه ممثل فاشل؟ شو المطلوب مني؟ بدي اياك تأمل لي ثياب التنكر والمكياج. نفوت؟ بدك تفوت؟ ايه؟ لوين؟ على المديرية. عندك مانع؟ على المديرية؟ ايه؟ شو بدك تفوت تعمل بالمديرية؟ بيقلي شغلة دسوس. شو مفكر حالك المدير العام لحتى تفوت من هالباب؟ لك شو عذبك؟ شو عذبك؟ لا بقصد يعني ليش هذا بس للمدير العام؟ ايه نعم سيدي، للمدير العام بس. عندك مانع؟ لا شو مانع، بس يعني بدي اسألك، الدراويش والمقاطيع اللي مثل حكايتي منين بيموتوا؟ اللي مثل حكايتك؟ ايه. من الباب الثاني. هذا؟ ايه هذاك الباب. لا تواخذنا. بسيطة. الله يخلينا الوش. يو. السلام عليكم. الله معك. والله هنا. وابعث لي جواب، وابعث لي جواب، وابعث لي جواب، وطمني. صباح الخيرات. صباح عبير. مرحبا محمد. هلا حلو. مرحبا صغير. اهلين سمير. مرحبا صغير. لوين؟ لوين؟ بالليفون. هي بدون لا احم ولا دستور؟ شوكية؟ سهلة. احم دستور. يا الله. ما احترمت. لك ليش تغير شيء بالدستور وما معي خمر؟ ما بعرف. شو رأيك؟ ما بعرف شو بدي اقول لك. طيب يعني هدول اللي فاتوا قدامي مين هدول؟ هدول موظفين. ها موظفين. طيب هم موظفين امتى دوامهم؟ نعم. لك انت شو دخلك؟ طيب يعني دوامهم امتى ما يكون يكون؟ انت شو حشره؟ انا مدير بحاسبهم. مظبوط. طيب احسبني موظف وفوتني. ما بتفوت قبل الساعة 11. فهمت؟ فهمت، بس اطلع فينا شوفنا هيك، مين طالع هذا الامر قبل الساعة 11؟ المدير بذاته. ها القديم ولا الجديد؟ اثنيناتهم. شلون اثنيناتهم؟ انا قلت لك، انا قلت يعني هلا المدير الجديد قال لك لا تفوت حدا قبل الساعة 11؟ ايه، وإذا مالك مصدق بس تفوت سأله. طيب يعني ما بتتدبر معك تفوتنا؟ لا. طيب وإذا قلت لها كرمال هالدقن؟ ما بقدر. طيب هينك هينك دبرنا. أمباص طبع. أمباص طبع؟ وابعث لي مبين أمباص طبع. وابعث لي يعني ما جواب. وابعث لي جواب ويطمني. السلام عليكم. شو صار معك؟ ما كان يدخل؟ والله من الساعة 8 واقفين. انت من امتى هون؟ الساعة 8. الساعة 8. ليش ما قلت لي؟ الساعة 8 انت هون؟ قد انك نايم من امبارح هون؟ شو بدك عم تتسوى بالليل؟ طبعا مين؟ طبعا مين؟
صابين صابين شو بدك تقول؟ دانا انك دانا طلع فيني هون وين بطلع هون طلع فيني عم بحكي معك انا لك انا عم بطلع فيك شو احوال؟ شو احوال؟ صابين تراهن انه رح فوت انا وكل اللي واقفين هدول كلهم هلا وقبل الساعه 11 لك انا لها براهن من شو لشو؟ يلي بدك اياه لقيتها انا يا بتقص لي شواربي يا بقص لك شواربا لك قبلان قبلان استناني لكان راجع لك ابعت لي جواب وطمني اسمعنا استعمل التليفون تفضل يسلموا تفضل شوف شغلك طلعنا العطله الو الو اهلين استاذ صباح الخير شو منين عم تحكي والله هيك العادة يا أستاذ نحن ما بنفتح للمراجعين قبل الساعة 11 تعرف يعني مشان ما يلبكونا حاضر حاضر تحت أمرك مع السلامة عفوا حبيب جدار عندك مقص شوارب أعطينا واحد هذا احسن شيء عندك احسن شيء بدي اياه هيك يقلط قلط هذا قد ايه حقه 150 ايه بامرك صور لخصام يعطيك العافيه يعافيك يسلموا الله يعافيك افتحوا الابواب يا ابني خلاص هيك الاوامر افتحوا الباب صابين وبعت لي نعم صابين شو هذا انت شايفك جايب مقصات معه هذا مقص واحد شو تفوتنا قبل ما ننفس الشغل لا ما بتفوت قبل الساعة 11 اقرا افتح يا زمزم شو فكر حالك بمغالة علاء الدين؟ ناعي مغالة علي بابا بال 700 حرامي اللي جوا. شو ابو عبدو؟ مين قالك تفتح الباب؟ هيك اجت الاوامر خليهم يدخلوا. شو؟ بابا جوان بابا خربوا بيتي يا ابو عبدو. يا حنا احنا من جوا يا ابو عبدو. والله فنجان فنجان والله يلا. لك وين رحتوا؟ تعالوا جوان تعالوا شوفوا شو صابين شو أنب لعندي أنب 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 لعندك بتطلقني مرتي أنيحنا متبوزك لعندك أوعى فوخ فوخ ما بعرف احلي أنا في بانك بنزعل يلا ها على مهلك على مهلك لا تخاف لا تخاف أوعى حيل عندي صباح الخير ابو عبدو اهلين وسمير شلونك تفضل شو شايف الناس فايته على بكير اليوم شو قصه المدير العام هيك بده شو قصده من الحركه علمي علمك بس هي مصيبه لك ابو عبدو ليش مصيبه شو ليش مصيبه اذا المراجعين بدهم يفوتوا الساعه 8 على المكاتب معناتها الموظفين لازم يكونوا الساعه 8 بمكاتبهم معك حق هي ما حسبتها الله يستر منه يا ابو عبدو خاطرك اخي مع السلامة
شو رايك في المفاجأة؟ جمال والله مش مقبول مثلا اخي، جمال جمال ما بده، بس بني ادم لبني ادم بده. شو عم تشتغل هون جايبك؟ يا بابا عمده 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 شلون لا تؤاخذني ما عرفتك ترى صغير. اي نعم اي نعم هيك ما لك حق منه. شو ما عرفني؟ تذكرني على المؤاخذة ما عرفتك. لك اي نعم الا ما تذكرني طلع بزعل منك ها لك هيك ها. ايوه ابو صفوان اللي سكنت عنده من 20 سنة. ايوه مين ابو صفوان؟ عود عود اشرب لك كاسة شاي وبس يجوا لكل الموظفين فوت انا وياك ومشي لك معاملتك من غير ما تدفع ولا فرنك. الشاي بس بده تسخين شوي. شو مالكم غاز؟ لا شو غاز؟ في سخانة. ايه بس هيك بتصرف كهرباء كثير. ايه ما حدا دافع من جيبته شيء. ايه مزبوط يعني بس البلد فيها ازمة كهرباء. هلا اذا طفيت السخانة حتحل ازمة الكهرباء؟ ايه بس خففنا شوي. يا سيدي بدل ما يقطعوها 6 ساعات خليهم يقطعوها 6 ساعات ودقيقة. استعودنا على العتمة وما عاد تفرق معنا. صباح الخير يا عبدو. اهلا اهلا استاذ تفضل. الله يديمك ويقويك يا رب. السلام عليك. مع السلامة. منو هذا عبدو؟ موظف من الموظفين. أم ليش امتى بيداموا الموظفين عندكم؟ في منهم بيجوا الساعة 8 وفي منهم بيجوا 9 وفي منهم بيجوا 10 وفي مننا بيجوا بيوقعوا وبيمشوا. يعني كل واحد له قانون؟ نحن ما دخلنا. في لهم مدير عام بيحاسبهم. قول تا. تفضل جوا الشايات اخي ابو صفوان. من يد ما نعدمها. الله يخليك. على عيني يا ابو عبدو. صحتين. حضرتك ابو عبدو. مع السلامة يا ابو عامر. منو هذا ابو عامر؟ مين بده يكون؟ موظف. وين رايح؟ خلص دوامه. شو خلص دوامه؟ انا فاقد الدم يا. اخي هذا هيك دوامه مدعوم. مين دعمه؟ اخي انت شو بدك بهالقصص هي؟ شغله مالك فيها ولا بتهمك. مظبوط بس انا حجر. عسلامتك حبيبي يا سلامتك يا معبدو. عسلامتك ورجيني معاملتك لشوف. انا نسيت الكيس. انو كيس؟ اللي فيه الاواعي. اني اواعي؟ بعدين بحكي لك. رجع لك يا معبدو. لك لا تطول من برد الشال. هيك بتخليه يقص لي شواربي؟ انا شو دخلني؟ مو انت افتح يا سمسم. على المكتب وطلع جوا. هلا اجاك الشغل؟ انه مكتبك لا حضور ولا دستور. عفوا مكتب مين ها؟ مكتب المدير العام. وانا فايت لعند المدير العام. المدير العام مو هون. وينه لك؟ كان صار الساعه 10 لحد ما اجى. شو المديريه الفلتانيه عندك اخي؟ وانت شو دخلك؟ شو دخلني انا مواطن؟ مواطن بلي معامله ما بيمشيها غير المدير العام. شلون ما بيشيلها هذا المدير العام؟ والله شو؟ ايه والله مش معك سمعان. يا بني ادم افرقني بريحه طيبه مالي ناقصك. بس ليش عم تدبش؟ مو هذيك المرة فهمك المدير العام هاي كلمة يا بني آدم لا تقولها لحدا وعلمك إنه تعامل الناس باحترام. وأنت شو عرفك؟ العصفورة قالت لي. العصفورة؟
العصفورة ما بتعرفها؟ ها ايه ايه بعرفها بعرفها، قبل شوي كانت هون وطلعي. شو رأيك تروح تدور عليها؟ اكذبها لأنك اكذبها. شو عم تكذب علي انت؟ رايح لحالي رايح، بس راجع لك انا، راجع لك. الله معك. شو ها؟ شو هالمجنون هاد؟ كان ناقصني. طيب ماشي. أهلين يا أهلا. مرحبا أنسة أمان، شلونك؟ شلون صحتك؟ مين حضرتك؟ لك شو بدك بحضرتي؟ لحقي الأستاذ طلال بصراحة عم ياكل أكل من واحد، يا بتحكي يا ما بتحكي. بتحكي شو المديرية؟ بتحكي جد؟ لك أمان شو رأيك؟ طب نحن طب ماشي انتظرني هون ماشي. ماني متلحنة، ماني متلحنة. ألو؟ أستاذ طلال؟ ألو نعم أستاذ، صباح الخير. صباح الخير. في شخص اسمه أبو صفوان بده يجي لعندي على المكتب. أنا بجوز تأخر شي نص ساعة. يا ريت تخليه يدخل. إيه هيك بيلبس نظارات وشعره طويل شوي وحامل كيس بإيده ولابس بنطلون أزرق وجاكيت برداني داري. أيوة. عفوا أستاذ، الشخص اللي عم تحكي عنه إجا قبل شوي وأنا وأنت قلعته ما؟ ماشي، على كل حال إذا رجع مرة تانية خليه ينتظرني بالمكتب، أنا عاوزه ضروري. حاضر حاضر أستاذ. أستاذ طلال ما بدي وصيك، هذا الشخص مهم جدا، احترمه منيح ووجبه. حاضر حاضر أستاذ. بتمروا شي تاني؟ سلامتك، عد للعشرة بتلاقيه بخلقتك. واحد اثنين ثلاثة خمسة ستة سبعة ثمانية عشرة عشرة. أهلا أبو صفوان، أهلا شرفت أبو صفوان، أهلا وسهلا فيك. شو ما إجا صحيح مدير عام؟ هو ما إجا بس اتصل بالتليفون قال إذا شرفتوا حضرتكم تفوتوا لجوا وتنتظروا لي. طيب ما كان من الأول. يا أبو صفوان أهلا وسهلا فيك، تفضل. هو اللي ما بيعرفك بيجي لك، وأنا آسف يعني شوية سوء تفاهم، بس أرجوك هلي رجاء عندك. شو؟ يا ريت ما تخبر المدير العام باللي صار بيناتنا. طيب خلص طمن هالمره كل مره، بس لا تعيدها. يا اهلا وسهلا، شوفوا شوفوا تفضلوا. اهلا وسهلا فيكم صفوان. يا اهلا وسهلا، تفضل تفضل. اهلا وسهلا. شو هذا اللي فات لجوا؟ ما بعرف، بس الله يسترنا منه. روح قوم اعمل له فنجان قهوه من البنات التازه اللي جبتهم هلا لبين ما يجي المدير العام بسرعه. حاضر حاضر بسرعه. لا ما شفته. عم يتخانق هو واحد شفته؟ لا 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 ما حدا عم يتخانق مع حدا. ما عم يتخانق مع حدا؟ ما شفت حدا عم يتخانق. انا بقول اخ اخ يا ناس يا اخ. سلامتك طلال، شو براسك؟ ان شاء الله ما اذاك. لسه بس اذا بدي احكي للمدير العام اكيد رح ياذيني. الله يسلحك انت التاني، ضروري تتقاتل معه وتضربه ويضربك. باين انت واحد مشراني، منيحني مع عطبك. شايف؟ مين اللي بده يضربني ويعطبني؟ شو انا طلال؟ كنت علقان معه بساحة المديرية. يا حبيبي يا حبيبي طمنيني كمان انت، مين خبرك العصفورة؟ انا عصفورة؟ هل طمني هلا ضربك كثير؟ لك مين اللي ضربني؟ لا ضربني ولا ضربت حدا. ماشي ماشي، ما حدا ضربك. شو براسك لكان؟ عيني يا عيني على عقب الزيني حبيبي كملت معك حبة؟ صباح الخير يا صالح. ايه ايه بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تعزم لنا من عزيكم. شو بك يا ابو صالح؟ ما تقول صباح الخير. صباح الخير. انشغل بالي عليك، تاخرت. مانك بالعاده؟ انشغلت بشغلي شوي. شو بك انت؟ شايفك مو على بعضك. بدك الصراحه دكتور، انا عقلي راح يطير من راسي. خير؟ من خمس دقايق
كان في واحد هون رجال بس ما ادري شلون كسمه هيك شعراته ما بعرف، رحت لعمل له فنجان قهوه رجعت لقيتك انت قاعد هون، ومع اني انا ما سمعت باب المكتب لا فتح ولا سكر. هات فنجان القهوه. حاضر. تفضل دكتور. عود لاحكي لك، انت لازم تعرف كل شيء لانه بجوز احتاج لمساعدتك كمان. على عيني وراسي. تفضل. وانت دورك رح يكون مهم كثير بالخطه. ما بدي وصيك يا ابو صالح، اوعى حدا يعرف بهالموضوع والا بتفشل الخطه من اولها. حاضر دكتور. الحقيقه فكره جهنميه، واذا نجحت معك راح تكشف كل شيء بنفسك. بتبقى فوتي وطلعتي من المكتب بتياب التنكر هي المشكله، هذا اذا ما بدنا طلال يعرف. وانا بفضل يا ابو صالح انه ما حدا غيرك يعرف. هاي بسيطه كثير دكتور. هذا الباب بينفذ على الكرادور مباشرة، وبتقدر تطلع وتفوت منه من غير ما تمرق بغرفة الأستاذ طلال. عظيم، معناتها انحلت المشكلة كلها. وهلأ بتريد مني شي دكتور؟ سلامتك يا أبو صالح. يعطيكم العافية. الله معك. عيني يا عيني على العنب الزيني، جيب لك حبة. يعطيك العافية أستاذ طلال. أهلين أهلين بشريف. إذا سمحت بدي أشوف المدير العام. تكرم عينك، تفضل استريح واستنى، لسه ما أجى هلا إشي. لأنه في شغلة مهمة كثير لازم أطلع عليها. على عيني، شرف استريح، ما بيطول كثير. حاضر. أستاذ طلال هلا. بسم الله الرحمن الرحيم. منين فهد؟ والله ما تحركت من هون والباب الثاني مسكر. شو استاذ؟ يعني انت ما راح تبطل العادة؟ عامل لك شغلة مهمة كثير بتقلي انتظر المدير ليجي وهو جوا؟ استاذ طلال اترك كل شيء من ايدك وتعال عندي. طلال ما عم تسمعني؟ طلال شبك؟ طلال شبك ليش ما عم ترد؟ مريض شيء؟ لا 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 ابدا ابدا ما في شيء استاذ لا تكلم. إلا كان تعال عندي عاوزك. حاضر. عفوا استاذ احمد، في الاستاذ ابو شريف بده يشوفكم. صباح الخير استاذ. اهلا وسهلا. انا موظف هون بالمديريه وفي موضوع مهم لازم اطلعك عليه. يا اهلا وسهلا فيك، بس لو سمحت اذا في امكانيه تنتظر لي دقيقتين وانا ببعث خبر وراك. حاضر. تعال طلال تعال. حاضر استاذ. استاذ طلال شلونك هلا؟ الحمد لله استاذ الحمد لله. بس ضروري بعد الدوام تنزل على الطبيب يشوفك يقيس ضغطك ويفحصك، وضعك مو عاجبني. حاضر استاذ. عفوا ممكن تقلي ليش طلبتوني؟ بدي اسالك، الموظفين عندنا بالمديريه لما بيجوا الصبح ولما بينصفوا بيوقعوا؟ طبعا استاذ بيوقعوا. وين؟ كل موظف عند رئيس دائرته. معناها في عندنا دفاتر توقيع. لك يا استاذ لك. معناتها الله يرضى عليك بكره بعد الدوام تجمع لي الدفاتر كلها وبتجيبها لعندي. حاضر استاذ، غيره بتأمر شيء؟ خلي الموظف اللي برا يتفضل لعندي. عفوا استاذ، ممكن اسألكم سؤال؟ تفضل. يعني هذا من المؤاخذة، امتى اجيتوا؟ ومنين دخلتوا؟ وين السيد أبو صفوان اللي كان عم ينتظركم؟ أنا لا شفت حدا طلع ولا حدا فات غير أبو صالح. لا صار انت لازم تمر على الطبيب رسمي. شبك عم تخبص يا استاذ طلال. انا اجيت من ربع ساعه ودخلت من هالباب وبالعلامه صبحت عليك وصبحت علي. شو نسيت؟ انا ما في حبك اكثر من عيني. اه اه طلال.
في انا ما في انا ما في احبك اكتر من عيني 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 انا ما في انا ما في حضرتك بتغني نوطة ولا سماعي؟ وين رفقاتك؟ أرجوك أستاذ لا تحرجني أمام رفقاتي. عم بسألك وين رفقاتك وبوعدك إني ما أعاقبهم، وينهم؟ راحوا. لوين؟ عالبيت. ليش؟ مشان يلحقوا يطبخوا لأزواجهم وولادهم. وانتي ليش ما رحتي على البيت؟ انا استاذ انا عزابية ولا وراي ولا قدامي. طيب يعطيكي العافية. الله يعافي. بس يا ريت الطبية هي. حاضر. تفضل تفضل. يقبر قلبي كفنيش كل قاسي إلهي لك ما تبلح الشيبة إلهي ما تبلح. تفضل. يعطيكم العافية. الله يعافيك أستاذ. يا أهلا أهلا وسهلا أستاذ نورت المكتب. إيه ها من 5 سنين ما فات لعنا مدير. شكرا. كيف الشغل؟ تمام التمام سيدي وهذا كله بيعود لفضل توجيهات سيادتكم الحكيمة سيدي. انتم موظفين 2 بهالغرفة؟ ايه نعم سيدي، نحن 2 بس، أنا والأستاذ أبو شريف. بس يبدو كأنه الأستاذ أبو شريف مو مسرور بزيارتنا. بالعكس أستاذ، يا ريت على طول تنزلوا عن عرشكم وتتجولوا بين الغرف والموظفين لتشوفوا بعينكم. شو بدنا نشوف؟ كل شيء. مثل شو؟ وقت اللي بتقرروا تمشوا بتشوفوا كل شيء. أنت شلون عم تحكي مع المدير العام بهاللهجة؟ اتركه طلال. الأخ ما غلط. صار لي ساعة عم دور عليك. لا إله إلا الله. ترك كل شيء بدك وتعال. لك يا أخي خذ تاكسي وتعال. إيه 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 عم بستناك. لك المدير العام طالبك. ماشي ماشي ما عم بستناك. ها الله يسترنا من هالنار. تكرم عينك وعين أبو نزار. أبو نزار غالي علي كتير وبيسعدني لبيله كل طلباته.
ايه استاذ ممدوح، انا انسان عملي، ابو نزار تركه مع جنب، بكفي انه عرفنا ببعضنا. انا ما بدي منك غير توقيع السيد المدير العام على هالمعامله، وحصتك رح تكون محفوظه. شو باين عليك عملي كثير. مو احسن؟ طبعا طبعا. معامله محرزه. وحصتك رح تكون محرزه، ربع مليون ليره، 100 هلا والباقي بعد ما تتوقع. اخ لو كنت جايب لي اياها من قبل كانت توقعت فورا. وهلا ما تتوقع؟ ايوه هلا بتتوقع سيدي، بس بدك تنتظرني شي اسبوع زمان، لانه المدير العام لسه جديد وما جسيت نبضه. اي ولا يهمك، يكونوا اسبوعين بس مو اكثر. لا لا بس اسبوع بكفي، وبيجوز بكره تلفلك ولا تاخذ المعامله جاهزه. وهاي 100,000 مقدما. حطهم بالدرج، حطهم بالدرج. هذا الفواني معاهد نفسي ما امسك شي بايدي وما اشوف شي بعيني. اسلموا هديات. شو هاد؟ تسيب ونفاق وكذب. طول بالك استاذ، كله بيتصلح. اسمع استاذ طلال، اعتبرها من بكره كل الموظفين بيوقعوا عندك، ممنوع حدا يوقع بعد الثمانية وربع او قبل التنتين وربع، واللي بيتاخر بتبعته اجازه اجباريه، واذا حدا بيوقع عن الثاني رح اعاقبك لك، مفهوم؟ مفهوم استاذ. الو مرحبا، اسمع لقلك، دفتر التوقيع عندي، من اليوم ورايح بتخلي كل الموظفين يجي يوقعوا عندي قبل ما ينصرفوا، مفهوم؟ مع السلامة. مرحبا استاذ طلال. اهلين استاذ عبد العظيم. ميت اهلين، ممكن اعرف سيادة المدير ليش طالبني؟ ما بعرف، هلا بتفوت لعنده وبتعرف. المدير العام طالبك إلك شخصيا. طالبني إلي شخصيا؟ ليش لا؟ شو مستقل حالك؟ معقولة؟ معقولة يكون شاير بيك لحق يحكي معه بالموضوع والمدير استدعاني مشان يسلمني رئاسة القسم؟ إيه معقولة ليش لا؟ شو قلت؟ سلامتك، ممكن أدخل؟ تفضل تفضل، شرف. شكرا أستاذ صلاح. يا كريم. يعطيكم العافية سيدي. أهلا وسهلا سيدي. مثل ما حكى لكم شاهر بيك، رئاسة القسم بدها موظف نشيط كفؤ جهبز مثلي، وإن شاء الله راح أكون عند حسن ظنكم فيي، وتأكدوا إنه القسم راح يمشي مثل الساعة. جهبز؟ نعم سيدي. ليش مين حضرتك؟ أنا عبد العظيم، عبد العظيم قوي يا سيدي، موظف المديرية عندكم، حضرتكم طلبتوني. واوية؟ نعم سيدي واوية. اهلا بكم. اهلا وسهلا. اهلا اخي واوية، اهلا. بدك رئاسة القسم ما؟ اذا تكرمتوا علينا سيدي. والقسم بيمشي مثل الساعة؟ ادك من ساعة بيك بين سيدي. نعم، بكره لما بتجربوني رح تتأكدوا من هالشي. انا مكفول سيدي مكفول. إيه انا تأكدت لما رحت على القسم وما لقيتك. وين كنت؟ ما تجاوب. إيه أنا بجاوب عنك، كنت بالتواليت. مظبوط سيدي مظبوط. ساعة؟ ساعة يا بني آدم لتنضرب على قامتك ساعة؟ العفو منكم سيدي، مسهول. مسهول؟ مسهول جدا سيدي. اسمع واوية، لفوا دوران ما بدي، طلع من المديرية بدون إذن رسمي ما في، روح على التواليت بدون إذن رسمي ما في. حاضر سيدي حاضر، ناخذ إذن. أثناء الدوام ما في نوب. حاضر. قولوا لمكتبك. حاضر سيدي. ورئاسة القسم سيدي؟ قل له لشاهر بيك لا يعذب حاله ويحكي معي، أنا مو ناقصني رئيس قسم مسهول، طلبه مرفوض. واوية. نعم سيدي. مسيت. قلت لي مسهول ما؟ جدا سيدي.
استعمل هالدواء مشان تضل مطبوب بمكتبك. سيدي قبل الاكل ولا بعد الاكل؟ قبل الدوام. حاضر سيدي، حاضر مستعمل. راح القسم. لا حصلت عليك يا عبد العزيز. مبروك استاذ زواوية. الله يبارك فيك. صرف لك مكافأة ما؟ ايه بس بتنصرف قبل الدوام. إيه. الله يسهل عليك. كمان يا حصلت عليك يا عبد العظيم. طلع شايل البيت فافوش. شو صار معك استاذ؟ يعني شو بده يصير؟ طلب مني خلي السيارات مع الاولاد. بس انا رفضت. ما بدي بنيته. على كيفك خاطرك. مع السلامة. مع السلامة. بداية غير مشجعة. كملت استاذ طلال. نعم سيد. خلي الاستاذ ممدوح يجي لعندي فورا. نعم. شو بده مني؟ ما قال لك؟ طيب انا جاي. استاذ ممدوح تعال. استاذ ممدوح راح فاضي له. انا رايح جاي رايح جاي رايح جاي. عيدي لي عليهم، عم يطلع عندي غلط. عفوا في عنده حدا جوا؟ لا عم ينتظرك. تفضل استاذ طلال. أمر الدكتور. قريت هالمقالة؟ نعم قريتها. وشو رايك فيها؟ كذب كله كذب حكي جرايد. يعني هدول الصحفيين لسانهم طويل وبدهم شغله يتسلوا فيها. يعني بفهم من حكيك انه الكلام المنشور هون مو صحيح. طبعا مو صحيح. انا ما بسمح ولن اسمح بانه تصير هيك افتراءات بشركتنا. استاذ طلال. نعم استاذ. اطلب لي جريده اللسان حالا. حاضر. يا دكتور ما في لزوم تشغل بالك بهيك مقاله. هذا شيء صحفي زعلان منا من شيء شغله صغيره حب يفشغل ابي هالمقاله. بس هي مقاله مو عاديه، هي شرشحه يا استاذ ممدوح. سيدي تعودنا على الشرشحه. بقصد يعني ما حدا حيقراها وإن أروها ما حدا رح يهتم فيها مثل متاي. ألو ألو مرحبا. مين معي؟ أهلا أستاذ. لا بس كنت حابب أسألك، حضرتك بتقرأ المقالات اللي بتنشر بجريدتكم قبل النشر؟ هاي يعني مثلا أنت قريت مقالة هذا الصحفي نعيم الطويل؟ شو هالحكي؟ طيب ممكن يشرفني بالزيارة ومعه الوثائق اللي بتأكد صحة الشيء؟ يا ريت هلا. أنا بانتظاره. يا أهلا وسهلا. شكرا لتعاونكم. أهلا. مع السلامة. عم يقول الصحفي إنه في عنده وثائق بتأكد صحة المقالة. يا سيدي كل الوثائق أكيد مزورة وملفقة تلفيق. على كل حال بكره بيدوب التلج وبيبان المرش. يا مين اهلا وسهلا. اهلين اختي. تفضلي. يسلموا هالايدين. دياتك يا اهلا وسهلا. كيف صحتك ان شاء الله بخير؟ الحمد لله اختي. يا عب الشم منك يا اختي. انت بنفسك مقدمتي لي الضيافه. لك مين بدي اقدمها؟ ما في غيري بالبيت، مها بالجامعة. لا يا أختي،
هالشي ما بيجوز بالمرة. انت هلا قدمتي لي الضيافة، انا اختك ما رح انتقلي، بس ممكن تقدميها لوحدة تانية تطلع تحكي عليك وعلى جوزك. ما فهمت شو قصدك؟ بالمختصر المفيد اختي، انت لازمك وحدة تشتغل بالبيت، تكنس وتمسح وتجلي وتنظف وتقدم ضيافات. بكرة بيكتروا ضيوفكم وممكن يصير عندكم سهرات واستقبالات، وممكن يحضروها وزراء وشخصيات مهمة، إيه ما رح تقدري تحوسي فيهم لوحدك. بعدين اختي مو معقول تشتغلي قدامهم وتخدميهم، إيه بس يطلعوا من عندك رح يحكوا عليكي ويقولوا عنك بخيلة وما بدك تجيبي خدامة. معك حق، بس المشكلة أبو طارق يمكن ما يوافق. يو وشو دخل أبو طارق بهالموضوع؟ هذا الموضوع بيخصك أنت وحدك. طيب كيف بدي لاقي وحدة وبهالسرعة؟ اطمني أختي أنا رح أدبر لك إياها، اتركي هالموضوع علي أنا. بس الله يرضى عليكي، تكون نظيفة ها وبشعة، أهم شي بشعة، عندي رجال بالبيت أختي. على عيني أختي. أهلا وسهلا بالأستاذ معين. أهلا وسهلا، تفضل تفضل. تا شكرا. أنا سعيد جدا بالتعرف عليك، وقريت مقالتك اللي نشرتها بجريدة اللسان. ما بخبي عنك كانت رغبتي إنه تكون المقالة كلها كذب، لكن السيد رئيس التحرير أكد لي إنه المقالة صحيحة وإنه عندك وثائق بتأكد صحة اللي نشرته. ممكن لو سمحت إني أطلع على هالوثائق وأعرف طريقة حصولك عليها. قبل ما أعطيك الأوراق اللي عندي بحب أكد لك إني ما كتبت المقالة بقصد التشهير بشركتكم أبدا، إنما كتبتها بدافع الحرص على الشركة وسمعتها، وبالتالي بدافع الحرص على الوطن وسلامته. تفضل. بهالملف في كل الأوراق يلي بتأكد صحة ما كتبت. تفضل هي العصير. يسلموا. دياتك. نسبة الطلاق في العالم وغيره. بعدين ما عاد كملت الأخبار، انقطعت الكهرباء. بعرف بايخة. يعني ما بدك تحكي لي عن شو؟ عن أحوال المديرية. ها شو بدي أحكي لك؟ لا أحكي لك. أي شغلات ما بتهمك، كلها شغل بشغل ومشاكل بمشاكل، لشو بدك وجع الراس؟ أنا قبلاني، احكي لي كل شيء عم يصير معك. المرأة لازم تشارك جوزها بكل مشاكله. تشاركه مشاكله؟ إيه ما هي سبب مشاكله. عم نمزح. ها إجي الفرج، شوفي مين. يلا. كله إلا الدبق. مساء الخير مدام. اهلا مساء النور. اهلا استاذ وحيد، الحمد لله. كيفك انت؟ احمد موجود؟ ايه هون تفضل. ازيك يا فريد؟ بينا كيف حبي؟ لفة. اهلين وحيد. لك شفلتوا شو؟ اهلين وحيد. اهلين. تفضل تفضل. اهلا وسهلا. يا سيدي اجيت بوقتك، هلا كنت بدي اتصل فيك. خير ان شاء الله. طيب ما عم يدفعك فضولك لتعرف شو صار معي؟ إيه انا ليش جاي لك هلا هون؟ لا شو صار معك؟ احكي، خليني اسمع. احكي. لا ما في شيء هيك، بعدين بحكي لك. ليش احكي طيب؟ خلص بيني وبينك بحكي لك بعدين. ايه. يعني حكي رجال، هذا بنكون وياك لحالنا،
بحكي لك. احكي شو فيها طيب، ما في شيء. لنلاقي فرصة لحالنا بعود بحكي لك. بترككم بمشي؟ لا أهلا وسهلا فيك. طيب ال كيف الشاورما؟ لفة. قوم 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 على المكتب، بحكي لك بالمكتب. شو اسمك ولا شو فيك؟ لا لا ما في شيء هيك، امشي دخلوها خلصني. حبيبتي ممكن تتكرمي علينا بشيء فنجانين قهوة؟ سواني وبيكونوا عندي. لك لا شو سواني؟ ايش شو سواني؟ قد ما فيك اغليهم وطلي عم تغليهم. رح اغلي اطلع لك. اكيد في بالموضوع سر، اكيد القهوة رح اعملها بسرعة. لك ما لقيت اجيب سيرة الشوارب الا قدام مرتي. اوعى. ايه من الشوارب الا، احكي لي كيف مشيت الامور معك؟ كله تمام نوقا. طيب ما حدا شك فيك، ما حدا شبهك للمدير العام؟ لك لا يا وحود انا بعجبك ولو. وممثل فاشل كمان. 100 مرة قلت لك بايخة. ايه سيدي بايخة ما بايخة. بدك تحكي لي هلا من طقطق لسلام عليك. يا سيدي بالنسبة لطقطق طقطق. تفضل. يسلم ويديك. خلي عليك. اهلا وسهلا استاذ وحيد. ليك سلمي. ايه وهيك صار. ايه مثل ما حكيت لك. ايه شو اخر اخبارك الفنيه استاذ وحيد؟ حاليا واقف ما في عندي اي شيء، عم بستنى نص يعجبني ما عم لاقي. شو اكلتك المفضله يا استاذ وحيد؟ الشيش برك. طيب شو هي حكمتك المفضله؟ اذا بدك تحفظ سرك اعطيه لمرتك. طب اعطى لطفي. مثل ما قلت لك الظاهر ما رح يحكوا شيء وانا قاعده، احسن شيء احترم حالي وكيف مغيب. بتسمحوا لي عندي شوي شغل. راحت. هذا يا سيدي بالنسبة للدوام، صاروا كل الموظفين يوقعوا على دفتر الدوام ببدايته وبنهايته، وما بي حدا يوقع عن الثاني نهائيا. حلو، معناتها تحيه للصحفي طلع مزبوط. ما بخبي عليك لحد هلا مزبوط. بس هي شغلة الدوام انحليت. حلو، ليش هي شغلة الدوام قليلة؟ بالعكس رح تستمر يا أحمد. أنا ما رح يهدى لي بال لحتى أصلح كل شيء. صلح شواربا كرو. بتعرفي بشو عم فكر؟ بشو عم تفكر؟ عم فكر نكتب كتاب حسام ومها. خليهم يتخرجوا بالاول وبعدين بنجوزهم. نكتب الكتاب هلا ومنخلي العرس لبعد التخرج. ولا شو العجلة؟ مو منشان شي، لأنه يوم عن يوم كرساية بيت أختك عم تكبر. ساعتها رح يصير الحمل علينا تقيلها. يعني قديش بده يصير وزنها؟ كيلو؟ منحملها. بعدين هن اللي بدهم يحملوها مو نحن. سميرة أنا عم بحكي جد. لك شو كوساية وبيت نجاناي أنت التاني؟ يلي بقصده كل ما أخرنا العرس رح يكلفنا أكثر، لأنه رح يصير على مستوى أعلى. المصاري كثيرة. خلاص خلاص ما رح تفهمي علي، خلاص. تصطفل منك لابنك. بكره حاكي، وإذا وافق أنا ما عندي مانع. ولك لازم يوافق مشان مصلحته. ايدك بقى شو بقى؟ حق الطقم.
ادفعي لي مصروف البيت وبعدين بحاسبك. مصروف البيت؟ ايه ليش ان شاء الله خلاص؟ لا ما خلص بس بس شو؟ يلي بقيان من مصروف البيت ما بكفي. ليش قديش حق الفستان؟ 25,000 بس. وهذا كرمال اني ما دامت مدير عام، والا ما كان باعه الا ب 30,000. إلا كان روحي قولي له انه كسروني لرتبة آزل، ملكي ببيعك يا 500 ورقة. احمد هلا مو وقت مزحك. لك يا أميرة حرام عليكي، حرام عليكي، أنا كل راتبي ما بيوصل لل 10,000 ورقة، بقى إذا حضرتك بدك فستان 25,000 ليرة، وبنتك بدها فستان 10,000، وابنك بده طقم 7,000، لك منين بجيب لكم؟ بثلاث أشهر أنتم بتشحتوني، لك بتخلوني أروح على باب الجامعة وأمشي على هلا. مدير عام عم يشحت بهالايام. اميره خلص خلص لا تعصي، اذا بدك برجعه لسه ما دفعت حقه. لك شو ترجعي هيك بتبهدلينا بزياده؟ ايه بتزيد الطين بله. طيب لك انا شو اعمل؟ حيرتني معك، لا بدك تعطيني حقه ولا بدك رجعه. شوفي عيني اميره، هذا الفستان اشتريتيه ومشي حال، بس مره ثانيه ما بتشتري شيء من غير اسمي. مفهوم؟ صباح الخير ابو صالح. يا صباح النور. شو صار بالقهوه؟ ها دقايق بتكون عندك. بلا سكر ها؟ ايه حاضر، تفضل خذ السكر احلي سنونك فيها. مغير السكاكه باليوم. صباح الخير استاذ. صباح الخير استاذ طلال. تفضلوا هي البريد. شو ما شاء الله شايف البريد كل ماله عم يكبر. عفوا استاذ هذا بريد متراكم، سيادتكم ما عم توقعوك اليوم بيومه، عم تحولوا ثلاث ارباعه، مشان هيك بيتراكم وبيرجع لعندكم. بسيطه ان شاء الله بوقعوا اليوم كله، بس طمني الموظفين عم يوقعوا على دفاتر الدوام؟ طبعا استاذ عم يوقعوا. في غياب؟ غياب ما في، بس في تاخير كثير. وان شاء الله خليتهم يوقعوا. لا استاذ مثل ما امرتوا. برافو عليك. عفوا استاذ شو بتريد نسوي فيهم، غياب ولا نعتبر لهم يوم اجازه؟ الغياب غياب والتاخير اجازه. حاضر استاذ. استاذ طلال بدي اسالك مفتاح الكريدور جبت لي. ايه ايه تفضل سيدي. يسلموا ايديك. في له نسخه ثانيه؟ لا استاذ ما في. طمنتني. عفوا استاذ. لا لا ما في شيء، طمنتني يعطيك العافيه. طيب. ولو يا عيب الشوم يا ابو حاتم، معقول؟ ليك معاملتك قدامي بس كان ناقصها طوابع. لا 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 ما في لزوم، انا اشتريت لها طوابع وحطيتهم. ايه هلا بوقع لك اياها ودخلها لعند السيد المدير العام. تكرم عينك، مع السلامه. ترفع الى السيد المدير العام مع الموافقه، وهي توقيعي. صباح الخير استاذ ممدوح. صباح الخير. صباح الخير استاذ ممدوح. في عنده حدا جوا؟ لا ما عنده. يسعد صباحك دكتور. اهلا 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 استاذ ممدوح. صباح الخير. يا صباح الخيرات، اهلا وسهلا. خير في شيء؟ الله يجعلك بخير. عندي هالولد الله يسلم لك ولادك، على طول بتنزل لوزاته. ما خليت دكتور وما اخذت له اياه. شي بيقول لي شيل هون، شي بيقول لي لا تشيل هون. حيروني الله وكيلك. فحابب اسالك لانك اخصائي طبيب جراح، تنصحني شيل هون ولا ما شيل هون؟ شو هدول؟ لوزات الولد الصغير سيدي. يا استاذ ممدوح انا ما فيني احكم على الموضوع لا اكشف على الصغير. جيب لك اياه على المديريه؟ لا لا تعذب حالك، انا بروح بكشف عليه بالبيت براسي. يا ميت قليل يا اهلا وسهلا. صلي الشرف. تسلم يا استاذ ممدوح. اهلا وسهلا. في شيء ثاني؟
في المعامله هي دققتها ووقعتها مو ناقصه غير توقيعك لواحد قرايبنا السيدي. تفضل تحت تفضل. حاضر يا الله. بس مالي شايف عليها مطالعه الدائره القانونيه. سيدي ليش الدائره القانونيه؟ مو مهزه انالك المعامله لواحد قرايبنا. انا وقعت اختصارا للوقت فيعني بتمنى انكم ما تخجلونا. الشغله لا بدها خجل ولا منيه، اذا المعامله قانونيه بوقعها الك ولغيرك. سيدي هي مو قانونيه 100% يعني، فيها مخالفه لبنت صغير، بس باعتبار صاحبها يعني قرايبنا ومن العيله، فبتمنى انكم توقعوها وما تخجلونا. قل له لقرايبنا نحن اسفين. حاضر. تؤمر امر مثل ما بتريد. شلونك استاذ طلال؟ اهلين استاذ ممدوح، ان شاء الله مشي الحال. بده يمشي مثل ما مشي غيره. ما قلت لي شو صار بشقتك؟ ان شاء الله خلصيت عدهان. اي وليش ما عم بتدهين؟ منين يا حسره؟ جنطت ما معي ولا فرنك. بسيطه. شو رايك بشي 10-15 ألف ليرة مؤقتان تمشي حالك فيهم؟ ايدي بزنارك. توقيع صغير من المدير العام على هالمعاملة بصير المصريات بجيبتك، مو ضروري يقراها. شلو؟ شبنا طلال، هي أول مرة بتخلي المدير العام يوقع على أوراق بدون ما يقراها. حط له إياها مع البريد الروتيني وفوت لي إياها وقلب له الصفحات بإيدك. بتمرق. صعب صعب كتير يا أستاذ ممدوح. لو كان على أيام المدير السابق كان ممكن يمشي الحال. وصاحبنا لسه دكتور وغر وبحركتين خفاف من إيدك بتمرق. هو صحيح المدير العام دكتور ولساته جديد، بس صدقني ما عم يوقع أي ورقة ليدرسها ألف مرة. يعني ما راح تخدمني بهالموضوع. أنا آسف. يا حيف عليك، نسيت قديش مرقت لك وساعدتك. أنا ما نسيت وما بنسى فضلك، بس أرجوك لا تحرجني، هاي الشغلة فيها خربان بيت. آه خربان بيت. بسيطة مثل ما بدك، المدير العام مو دايم لك، بكرة راح تندم. عفوا أستاذ ممدوح، يا ريت توقع لي هون. شو هاد؟ دفتر توقيع الموظفين على الدوام، ويا ريت تمر لعندي كل يوم ببداية الدوام ونهايته مشان توقع. لي أنا هالحكي هاد؟ عفوا أستاذ ممدوح، هذا الشيء مو مني، هي أوامر المدير العام. أوامر المدير العام لك أنت مو لي أنا؟ بعدين وينك؟ خليك عطيني وإن شاء الله عمرك ما تدحي. آه يا مها لو تعرفي. مالي مصدق امتى تنتهي هالسنة على خير ونتخرج ونتجوز بقى. على شو مستعجل؟ هلا انا مستعجل؟ صرنا 3 سنين خاطبين، بعد الاخير بتقولي لي مستعجل؟ رحل كتير وما بقي الا القليل. ما بعرف، اوقات هيك بينتابني شعور غريب. شي بده يفرق بيناتنا، حدا بده يخطفك مني. طمن، طالما نحن بنحب بعض، ما حدا بيفرق بيناتنا ابدا. شوفي، إذا هاي الصيفية مرقت وما تجوزنا، أنا ما بعرف شو ممكن يصير فيني، ما بضمن حالي. بجوز جن، بجوز هستي، بجوز صحب الشوارع. كل هالقد بتحبني؟ قال يعني ما بتعرف. بعرف، بس بحب اسمعها منك. بحبك وبحبك وبحبك، وبدي ضل من هلأ لبكرة أقول لك بحبك 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 بحبها. إيه بحبك. وأنا كمان. وإنتي شو؟ ضايقتني الكندرة.